السلام عليكم ومرحبا مرة أخرى لمتابعة فورمي نيوز لهذا الأسبوع، وإليكم الخبر الأول. سيكون 25 من شهر يوليو الجاري يوما ضدما أطلق عليه الهفوة ضد أجهزة الإعلام حول مراكز تحديد هوية وطرد المهاجرين في إيطاليا. هذا ما تم الإعلان عنه في بيان أصدرته الفيدرالية الوطنية للإعلاميين الإيطاليين ونقابة الصحفيين الإيطاليين، وهي مبادرة يعتزم فيها الصحفيون التظاهر ضد مذكرة داخلية لوزير الداخلية الإيطالي ماروني، والتي يحظر فيها دخول الصحفيين إلى داخل هذه المراكز، وكذلك دخول مراكز استضافة المهاجرين. وذكر رئيس الفيدرالية الوطنية للصحفيين روبرتو ناتالي أن الصحفيين سوف يجتمعون في 25 من يوليو الجاري أمام بعض هذه المراكز وطلب الدخول إليها، وكما سيطلبون في المقام الأول سحب الأمر الداخلي الذي يمنع دخول الصحفيين إلى تلك المراكز. قضايا الهجرة لا يمكن حلها على الصعيد الوطني الإيطالي، نحن في حاجة إلى المشاركة الأوروبية، ونحن في حاجة أيضا إلى قرارات أكثر حسما وسرعة في التنفيذ. هذا ما جاء على لسان رئيس الجمهورية الإيطالية جورجو نابوليتانو، الذي تحدث مؤخرا في ندوة حول مستقبل أوروبا. وأضاف الرئيس الإيطالي أيضا أنه يؤيد إقامة سياسة مشتركة بشأن قوانين الهجرة واللجوء السياسي، الذي يجب منحه على نسق موحد في كل دول أوروبا. ومضى إلى القول إلى أن الهدف من ذلك سيكون تفادي تحرك المهاجرين وخاصة اللاجئين السياسيين بين البلدان الأوروبية، بحثا عن ظروف استضافة أفضل مما هو الحال في بعض الدول التي يلجؤون إليها. يتزايد بشكل مضطرد التحصيل العلمي للطلاب المهاجرين في مقاطعة ترنتينو. جاءت هذه المعلومات ضمن النتائج الأخيرة لامتحانات المدارس الأولية. ويمثل الطلاب من الجيل الثاني للمهاجرين نسبة 11.5% من المجموع الكلي للطلاب الممتحنين، وقد سجل في هذا العام تفاوت بين الدرجات الممنوحة وفي وجود درجات عالية ملحوظة. ويجدر بالذكر أنه قد تحسن بشكل بارز التحصيل العام للطلاب في المقاطعة بالحصول على الدرجات العالية ودرجات الامتياز التي منحتها لجان الامتحانات هذا العام. بعد طلب كبير من الجمهور سيعود مهرجان موسيقى مشتركة وهويات مختلفة، وهي جولات موسيقية يتم تنظيمها في إطار خطة التعايش التي أجازتها الحكومة المقاطعة في ترينتو، وهذه هي الدورة الثالثة للمهرجان المعني. ويتعلق الأمر بجولات ثقافية حقيقية تحتضنها في كل مناطق المقاطعة المتعددة، والتي تنظم من قبل تشينفورمي بالتعاون مع ترينتينو مونديال فولك والإدارات البلدية المحلية في ترينتينو. ويشارك في الحفلات مجموعات موسيقية وراقصة وغنائية للعديد من الفرق الأجنبية الثقافية. الحفل الأول سيجري في يوم الاثنين 15 من يوليو الجاري في تمام الساعة 9 مساء ببياتسا دانتي بترينتو. ولفرقة فولك انسامبل زافيس الحظ الأول في هذه المشاركة، وفي حالة سوء الأحوال الجوية سيقام الحفل في مسرح سان ماركو بترينتو. ويمكن الإطلاع على البرنامج الكامل على موقعنا www.chinformi.it. حتى اللقاء القادم، دمتم في أمان الله.